بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المتابعين، نعود معكم من جديد، معكم أخوكم حميد دشتي أبو إسماعيل. اليوم التاريخ 9/5/2023، اليوم يوم الثلاثاء. موضوعنا أو بحثنا راح يكون اليوم عن قصة يأجوج ومأجوج، جوج والمأجوج. طبعا السؤال اللي يطرح نفسه، ما هي حقيقة يأجوج ومأجوج؟ السؤال الثالث، هل هم من البشر أم لا؟ والسبب اللي دفعني أن أعمل هذا الفيديو هي ثلاثة أسباب أعزائي المتابعين. طبعاً سبب الأول هو عدم فك أو حل لغز يأجوج ومأجوج حتى اليوم. ثانياً طبعاً التفاسير والنظريات الغير علمية الغير منطقية في صفات يأجوج ومأجوج واللي ما تدخل العقل صراحة. والسبب الثالث، الإساءة لبعض الشعوب وربطهم بصفات يأجوج ومأجوج. وإن شاء الله في هذا الفيديو المختصر أحاول إن شاء الله نفك هذا اللغز مع بعض. ثانياً راح أطرح إن شاء الله نظرية جديدة قريبة من صفات يأجوج ومأجوج. وثالثاً راح نرفع إن شاء الله الإساءة لبعض الشعوب. السؤال الأول، ما هي حقيقة يأجوج ومأجوج؟ ورد ذكر يأجوج ومأجوج في الإسلام والمسيحية واليهودية، أيضاً جاء ذكرهم في القرآن الكريم والسنة النبوية، وهم من علامات الساعة الكبرى. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ سورة الكهف آية 94. بسم الله الرحمن الرحيم، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، سورة الأنبياء آية رقم 96. معنى حدب، ما غلظ وارتفع عن الأرض. معنى ينسلون يعني يسرعون سرعة أو الانفصال عن الشيء. معنى سدا حاجز أو مانع، معنى يفسدون. طبعا الفساد عندنا على ثلاثة أقسام. عندنا الفساد، القسم الأول الفساد السياسي أو الإداري أو الاقتصادي. عندنا القسم الثاني اللي هو الفساد البيئي أو البيولوجي. عندنا القسم الثالث اللي هو القتل، قتل أيضا من الفساد. القرآن يذكر أن القتل هو فساد في الأرض، خرق للقوانين الإلهية يسمى فساد في الأرض. طبعا الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم، من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض، سورة المائدة آية رقم 32. طبعا أعزائي نبي نرفع هذه الشبهة عن بعض الشعوب بالتفاسير. وتفاسير العلماء المعاصرين يقولون أن يأجوج ومأجوج من الجهات الشرقية، يعني كل الشعوب اللي ساكنين بالشرق يعني هم متهمون أنهم من قوم يأجوج ومأجوج. وأيضا يقولون إن وكانت تركو منهم، يعني معقولة مهند التركي هذا الحلو يكون من قوم يأجوج مأجوج؟ شيء ما يدش العقل. أيضا ثانيا يخرجون من الصين الشعبية، أيضا يعني شوفوا التناقض، مرة من الترك مرة هم من الصين الشعبية، يعني معقولة بروسلي وقوم من يأجوج مأجوج من قوم يأجوج مأجوج؟ ما يدش العقل. أيضا هناك قصة الخليفة العباسي الواثق بالله ورحلة سلام الترجمان حتى وصل السد، يعني أيضا القصة هذه ما تدش العقل وما يخدم، يعني هذا الكلام ما يخدم لا الدين ولا العلم ولا يفك لنا اللغز. هذه إساءة ضد هذه الشعوب والتنقيص منهم، يعني لا يوجد ملازمة مع الترك من الترك أو الصين مع يأجوج ومأجوج، قوم يأجوج أو صفات يأجوج ومأجوج. سؤال الثاني، هل هم من البشر أم لا؟ هناك طبعا نظريات وتفاسير أيضا بأن يأجوج ومأجوج من ذرية آدم عليه السلام من ولد يافث أبي الترك، ويافث هو ابن النبي نوح عليه السلام. تعليق، طبعا العقل يستبعد أن يكونوا يأجوج ومأجوج من البشر. طبعا الدليل من الآية القرآنية بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، سورة الذاريات آية رقم 56. طبعا هنا نستبعد أن يكون يأجوج ومأجوج من سنخ البشر. إذا كانوا من البشر طبعا هم مكلفين، يعني واجب عليهم حضور الموسم يعني الحج وأيضا الصلاة والصوم، فنستبعد أن يكون يأجوج ومأجوج من البشر، راح يكونون طبعا مكلفين. في حديث أيضا عن الرسول صلى الله عليه يقول عن أبي سعيد الخدري، يفتح يأجوج ومأجوج فيخرجون على الناس كما قال الله عز وجل، وهم من كل حدب ينسلون، فيخشون الأرض وينحاز المسلمون عنهم إلى مدائنهم وحصونهم.
في حديث ثاني أيضا: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا اقتربت الساعة وبقي الأشرار يفتح الله السد ليأجوج ومأجوج فيسيحون في الأرض فيأكلون الإنسان والحيوان والنبات الأخضر واليابس، صنف منهم 120 ذراعا وصنف يفترش إذنه ويلتحف الأخرى، لا يمرون بفيل ولا خنزير كرم السامع إلا أكلوه، ويأكلون من مات منهم ويشربون أنهار المشرق. وعن الإمام علي عليه السلام يقول: كل البشر من ولد آدم إلا يأجوج ومأجوج. والإمام عليه السلام يقول عن صفات يأجوج ومأجوج: لهم مخالب الطير، وأيضا لهم أنياب السباع، وأيضا لهم تداعي الحمام وتسافد البهام، يعني يتزوجون مثل الحيوانات، وأيضا لهم عواء الذئب. طبعا الصفات هذه تنطبق أعزائي المتابعين على هذا البرعصي، على هذا أبو البرعصي، هذا ديناصورات. طبعا الإمام يقول لهم مخالب كالطير، مخالب كالطير، وأيضا لهم أنياب السباع، وأيضا لهم تداعي وتسافد البهائم، لهم عواء الذئب. هذه المواصفات والصفات تنطبق على هذا الكائن اللي هو الديناصورات، مو على البشر، مو على شعوب الصين ولا على شعوب الترك. وإن شاء الله باختصار استفدتوا من هذا الفيديو، وإن شاء الله حلينا اللغز، والله أعلم. مع السلامة.